اوكيات حق ركن الفضفضة عندي في البيت عشان اسولف لكم عن موضوع صار لي كم يوم معطيتها وضعية المتفرج، اطالع اللي قاعد يصير بالسوشيال ميديا وساكتة. يقولوا الاعلام الحقيقي هو اللي قدر انه يمارس الاعلام بكل وجوهه، اعلام مقروء او مرئي او مسموع. انا يمكن اعتبر نفسي من القلة اللي اليوم قدروا والحمد لله ينجحون بالسوشيال ميديا، لكن عندهم خلفية إعلامية كبيرة. أنا بنت التلفزيون، بنت الإذاعة، اشتغلت بالصحافة، كتبت مقالات، فعشرت النوعين من الإعلام، الإعلام التقليدي والإعلام الحديث اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي. سنوات طويلة وسائل الإعلام التقليدي، الإذاعة، التلفزيون والصحافة، هي الطريقة الوحيدة اللي تقدر توصل فيها حق الناس، سواء كان عندك منتج تبي تعلن عنه، سواء كان عندك نجم تبي تخلقه، كانت هذه الطريقة الوحيدة اللي تقدر توصل فيها حق الناس. كنت موجودة وعاصرت هالفترة وشفت شلون وسائل الإعلام استغلت هالشيء للأخير. الفنان إذا يبي يطلع بصورة حلوة لازم يدفق، الطبيب التجميل أو الدكتور يبون يقابلونه ويطلعونه بمقابلات تلفزيون يسولف عن شغله وتخصصه وعيادته كان يدفق. التغطيات اللي تشوفونها حق افتتاح محلات أو معارض أو مطاعم كلها إعلانات مدفوعة، لكن كانت تقدم بشكل ذرب على أنها فقرات بالتلفزيون والمتابع كان يتابعها ويتقبلها، ما كان يدري أنها إعلانات مدفوعة. نفس الشيء بالنسبة حق الجرائد والمجلات، بعض المجلات كانت تروح حق المشاهير، تبي تطلع على الغلاف لازم تدفع، بالذات المجلات اللي كانت معروفة ومشهورة بذاك الوقت ولها متابعين كثار. تبي تعلن عن منتجك بالصفحة الأولى سعر الإعلان 8000 دينار، بالصفحة الأخيرة سعر الإعلان من 5000 إلى 6000 دينار، وهلم جرًا. ذاك الوقت ما في طريقة غير هالطريقة، تبي توصل، تبي تعبر عن رأيك، تبي صوتك ينسمع، لازم تروح حق واحدة من هالمنصات، تلفزيون، إذاعة، صحافة. يدور الزمن ويطلع التليفون ويصير كل إنسان عنده قدرة إنه يوصل ويوصل صوته بكبسة زر، له محتاج جريدة، وله محتاج إذاعة، وله محتاج يدفع فلوس، وله محتاج يحبب روس. وطلعت وسائل إعلام جديدة متابعينها تخطوا الحدود. الجريدة اللي كان يقراها 60,000 واحد ولا 40,000 واحد، اليوم يطلع واحد ينزل مقطع واحد على سناب يشوفون الملايين بكبسة زر. النتيجة كانت أن وسائل الإعلام الحديثة طلعت وجوه جديدة، طلعت نجوم جداد، ناس العالم حبتها وتعلقت فيها لأنها تصور كذي يومياتها بعفوية بدون حواجز، بدون تنمق، بدون رسميات. يمكن ما عنده شهادة الإعلامي أو ثقافة المذيع الفلاني أو كاركتر المحاور الفلاني، بس طالع وياكم بحري ويسولف حال الناس. الناس حبوهم، تعلقوا فيهم، متابعاتهم صارت بالملايين، لايكات، فولو، لأنهم حسوا أن هذا الإنسان يمثلهم، حسوا أن هذا الإنسان يشبههم. لأول مرة صار في فرصة أن أي واحد يمسك تليفون ممكن يكون نجم، ممكن يكون مشهور. انفتح سوق الإعلانات، الشركات اللي كانت تعلن ب8000 و9000 و10000 دينار بجريدة ومجلة يقراها 40,000 شخص، يدفعون 500 دينار 600 دينار حق واحد توا طالع بكل عفوية يتكلم عن شيء بوف فجر لك الدنيا، ملايين الناس تتابع وتشوف. فتح هذا بيبان رزق مو بس حق المشهور، ترى حتى حق أصحاب البزنس، حتى حق أصحاب المشاريع اللي توهم بلشين ما عنده القدرة المادية أنه يعلن بجريدة ويدفع مبلغ فلاني حق تلفزيون، صار بمبلغ بسيط يدفعه حق هالمشهور يفجر له الدنيا وكبر مشروعه. وهذا الشيء خلى كثير من رجال الأعمال الشباب توهم بلشين انفتحت لهم ما شاء الله بيبان رزق وكبر المشروع، وبدال فرع افتحوا فرعين وثلاثة وأربعة. إذا بعد السوشيال ميديا النجومية اللي كانت محكورة على ناس معينة صارت مفتوحة حق الكل، الشهرة اللي كانت محكورة على ناس معينة صارت مفتوحة حق الكل، كسب الرزق المادي والنجاح بالبزنس اللي كان محكور على أصحاب بزنس معينين وعلية القوم وطبقات معينة في المجتمع صار الحين مفتوح حق الكل. أي واحد يقدر يسوي مشروع ومشروعه يكبر وينجح، يجيب الإعلان مرة مرتين، يجيب مشاهير.
يسوي الإعلان يفجر الدنيا. حتى أنت كمشاهد اللي كانت شغلتك بس التابع والطالع اللي ييك من غير لا تتحلطم، من غير ما تتكلم، مالك حق تقول ولا شيء، الحين أنت صار صوتك مسموع، تقدر تكتب تويتر، تقدر تكتب تعليق، تقدر تنزل مقطع، كلنا صار عندنا صوت. خلينا نكون واقعيين، بيبان الرزق اللي انفتحت على جيل جديد وناس يدد وجوه جديدة يمكن ضاقت شوية على القدم، هالشي ما رح يخليهم يسكتون. هذا اللي قاعد يفسر حملات الهجوم الكبيرة على مشاهير السوشيال ميديا والسوشيال ميديا من بعض الأسماء وبعض الأشخاص، من صارت هبة سناب وإنستغرام لليوم. إعلامي سابق أو صحفي سابق أو رئيس مجلس إدارة مجلة سابقة أو جريدة سابقة، لأن السوشيال ميديا عورته والإعلانات عنده خفت والحال عنده شوية ضاق، يقول أنا أهاجم هذيلة. منو هذيلة أصلا؟ شنو يجيني واحد لابس مكسر وفانيلة يسوي إعلان ياخذ عليه 1000 2000؟ كان السوق حقنا بروحنا، هذا منو هذا؟ شنو تي وحدة تتكلم عن مكياج حمرة الناس يحبونها متابعينها بالملايين؟ إذا قالت كلمة تأثير الكلمة يغير أفكار. شنو هذه شركات كبيرة تشتغل معاها؟ وهات يا طق، وهات يا تشويه سمعة، وهات يا حملات لها أول وما لها آخر. استغرب والله ساعات شلون قاعدين على مشاهير السوشيال ميديا على الوحدة ينطرون الواحد منهم يغلط. زي هذه الناس عفوية، لا تدرب، لا دش دورات، لا يعرف يتكلم. زين إعلاميين وفنانين صار لهم مليون سنة بالتلفزيون، المفروض أنهم يعرفون قواعد الأدب والذوق العام، قاعد يسوون أغلاط ليه هني على السوشيال ميديا وما حد يتكلم؟ ليش الطق بس على مشاهير السوشيال ميديا؟ لاحظوا شغلة، لو زلت لسان من مشهور كبروها وخلوها حديث الموسم، بس لو يسوون عمل خير وحملات ودعم وشي يرفع الراس خاموش، ما حد يتكلم ولا يجيب طاريهم أبد. طبعا أغلب الحسابات سواء كان على تويتر أو إنستغرام اللي تكبر هالمواضيع واللي كل منشط والثاني قالوا لك الفاشينيستات والمشهور والمدري شنو، هذا أغلبهم طبعا راجعين حق يا صحفي سابق، يا إعلامي واحد، يا كان عنده جريدة، يا كان عنده كذا. بس خل أقول شغلة صغيرة حق هالناس، لازم تعرفون شغلة، أن احنا اليوم خلاص دخلنا مرحلة جديدة، It's a new era. حتى في هوليوود اليوم عند النجوم والمشاهير، If you don't exist on social media you don't exist، يعني إذا أنت مو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي وكأنك مو موجود. هالشي خلى حتى النجوم الكبار كل واحد صار يهتم، يصير عنده صفحة في انستغرام يتواصل مع معجبينه. حتى المودلز، أشهر المودلز في العالم اليوم أغلى وحدة أجراً هي اللي عندها فولورز أكثر، لأن هذا الإعلام الجديد. أنت تقدر تألف قصص وأفلام وحملات وهجمات على المشاهير كلهم، بس ترى ما رح يرجع هذا سوقك اللي طاح. خلاص الناس اليوم تبي التليفون، تبي الأسهل، إذا هاجمت واحد يطلع لك 10 غيره، ويمكن يطلع لك ناس أخس منه بعد. هذا الإعلام الحديث، هذيل النجوم الجدد، أنا قاعدة أطالع ذاك اليوم دوكيومنتري راح أحط لكم اسمه، يتكلم عن هالنجوم الجديدة. تعالوا يعني مشاهيرنا مليون مرة حالهم أفضل من المشاهير اللي مكسرين الدنيا برا. تلقونا مشهور متابعين بعشرة مليون واثناعش مليون والناس التجمهر عليه وأجرى بالملايين، يعني ولا شيء بالنسبة لنا. بوست الإنستغرام الواحد عنده 900,000 دولار، يعني أجري أنا حق 5 شهور لازم ما أشوف عيالي. وتشوفون المحتوى اللي يسويه، ننرحم، ترى والله ننرحم. تحسابات الأخبار إذا يبي الناس تسوي له رتويت وتقرأ وتعرف ويلفت النظر، يألف أي قصة ويقول لك فاشينيستا. أي فاشينيستا؟ زي منو؟ شو السالفة؟ دش على حساباتهم كلهم، كل واحدة رايحة تسوي إعلانها بصوب. زي منو الفاشينيستا اللي قاعد تكلم عنها؟ تأليف، ما كلها فاشينيستا ولا شيء. وحسابات جلد المشاهير اللي يقول لك احنا قاعد نجلدهم عشان نحافظ على العادات والتقاليد، هادين سواد الوجه والبلاوي الزرقاء اللي بعض المغنيين والممثلين والمذيعين قاعد يسوونها، ويونك حق زلة لسان فاشينيستا ولا كلمة غلط قالها مشهور بالسوشيال ميديا، يكبرونها ويجلدون الجلد. ليش؟ لأن مشاهير السوشيال ميديا مادة دسمة اليوم،
ولأنهم خذوا الأضواء من كثير من المشاهير. شون يكبروا حسابه يتابعونه؟ شون يسووا له ريتويت؟ شون يسووا له لايك؟ لازم يتكلم عن المادة الدسمة. ترى بالنهاية مشاهير السوشيال ميديا قاعد يشتغل مقابل أجر، إعلانه مقابل أجر. كثير منهم ضاعت خصوصيتهم، تعب، سفر، روحة، ردة، قاعد يضحي بحياته الاجتماعية، يضحي بوقته، لأنه خلاص هذا التليفون صار مصدر رزقه. أنا من القلة القليلة اللي عندي خلفية إعلامية وعرف أتعامل مع الكاميرا وعرف شلون أتكلم، بس وايد منهم نام قاعد صار مشهور، ما عرف يتعامل مع الكاميرا، ما عرف يصفصف الحكي نفس الإعلاميين والممثلين، ما عرف إنسان عادي حالة من حال الناس، يغلط، يزل لسانه، يتلخبط، يصور شيء غلط. الزبدة كف عينك على رزق غيرك، ربي يرزقك. كل واحد يركز باللي هو فيه. اليوم هذا إعلام جديد، هذه ظاهرة مو بس عندنا، هذه ظاهرة بكل العالم. البلوغرز ظاهرة بكل العالم، الفاشينيستات موجودين بكل العالم مو بس عندنا إحنا. فهذا شيء لو هاجمتوه وطقيتوه وحاولتوا تغيرونه راح تطقون أشخاص، بس ما راح تغيرون الظاهرة. الظاهرة راح تكمل. العكس، أعتقد أن الأيام الجاية راح تطلع مشاهير جدد وناس جدد تخلي المتابعين يقولون الله يرحم أيام نهى نبيل، الله يرحم جيل الطيبين من الفاشينيستات والبلوغرز، والله أنهم كانوا حاشمين روحهم وإحنا ما كنا حاسين فيهم. وبس سامحوني طولت عليكم، لكن كلامي هذا لأن أنا مثل ما قلت لكم عاشرت النوعين من الإعلام، التقليدي والحديث. أعرف هذين شلون يفكرون، وعرف هذين شلون يفكرون، وشايف الأمور من بعيد. طول الوقت كنت قاعدة وتطمش، الحين صار الوقت إن نسمي الأمور بمسمياتها، لأن كنا مسخت السالفة شوي. تطبيق العادات والتقاليد والاحترام عشان يصير بالسوشيال ميديا أو بمجتمعنا ما يصير الطبقة على فئة أو فئة، لا، ما يصير تحاسب فئة أو فئة، لا، ما يصير تركز على فئة أو فئة، لا، خلك حقاني، طبق على الكل، شوف الغلط وين وتكلم عنه. مو في ناس تغلط لهني، ولا واحد تكلم، ويجي واحد مسكين بزلة لسان يسوونها قضية رأي عام. أنا شخصياً أشوف أحسن حسنة، أحسن حسنة بشغلتي في السوشيال ميديا اليوم أن كل يوم يجيني مطر حسنات، كل يوم مطر حسنات وأجر وأنا قاعدة ببيتنا. بعد بقول شغلة حق أصحاب الإعلام التقليدي، مع كل الاحترام لهم، لأن أنا بديت من هالإعلام التقليدي اللي يهاجمون واللي يبون الناس ترجع على زمن الجرائد والمجلات، ترى اليوم في تخصصات جامعية حتى حق هالإعلام الجديد، حق التطور اللي صار بالدنيا. اليوم صار فيه شيء اسمه ديجيتال ماركتينج، التسويق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أتوقع حتى راح يصير فيه إعلام ديجيتال ميديا بعد، أنه يصير فيه تخصص يندرس هذا عشان تصير إعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي. فالدنيا قاعد تطور، تاع الدنيا قاعد تطور. لو حاربت الناس برزقتهم اليوم ما راح يرد هذا رزقك الأول، يشوف لك حل، صير نفس مجلة ليالينا وهذيل على سناب شات وإنستغرام. والله لو يحصل لك فولوورز وتسوي إعلانات كان علو. أنا لو سألتوني قبل 5 سنين هل السوشيال ميديا هبة وتروح، كنت راح أجاوب إيه، يمكن احتمال تكون هبة فترة معينة وتروح. بس عقب اللي أنا شفته وعقب ما اشتغلت بهالمجال ولما التقيت ناس تفهم بهالشيء وجهات نظر كثيرة، أنا أجزم لكم إن هذا هو مستقبل الإعلام. هذا مو هبة وتروح، الناس كل مالها تتطور، ما راح نرجع لي ورا. اللي راح يصير إن أنت راح تفلتر وأنت بتليفونك تقرر منو تبي تشوف وتروح، شنو تبي تشوف، شنو المحتوى اللي تبي يطلع لك. بس إن نرجع حق قبل والفاشينيستات ينقرضون ويصيرون على أيام أول، ما أعتقد. أعطيكم موقف صغير صار معاي على أيام كنت مشهورة قبل لا أوقف واعتزل وتطلع السوشيال ميديا، أيام الشعر والتلفزيون. كان في صحفي بمجلة وايد معروفة بالكويت، سويت معاه فوتوشوت مرة مرتين 3 مرات على أساس أطلع على غلاف المجلة. الله العظيم والصحفي تابعني مسوي لي فولو على سناب ولحي على تواصل معاي موجود وعايش. كل مرة يوعدني أطلع غلاف أتفاجأ واحدة ثانية طالعة غلاف. كل مرة أروح وأنا على نياتي بنت 16-17 سنة ويقول لك غلاف، أروح أصور وأتمكيج وأتفق مع آلاء دشتي وألبس وما أدري شنو،
واصور ما يحطوني غلاف، يحطوني ربع صفحه داخل. كان اي كان اقول له يبوي انا اذا كل مره بصور وياك واسوي فوتوشوت واخر شيء قاطيني داخل المجله ما تحطوني غلاف ما راح اصور. كان يقول لي نهى عندك تبخين المجله تدفعين حق غلاف؟ عارفيني شلون يعني ابخ المجله؟ وانا اهلي مو فاهمه. قال لي ايه كل نحطت صورهم على الغلاف ونكتب مانشيت حلو وصوره حلوه هذول دافعين حق المجله، فتبين عندك تبخين تنحطين على الغلاف، ما عندك تبخين تدفعين ما راح تنحطين على الغلاف. قلت الله حادني لا والله ما مو لازم نحط غلاف، في مجلات وايد عادي احط مو لازم يعني بهالمجله نحط غلاف. قلت يعني وعلي انا طالبه وفلوسي على قدي والتلفزيون يقصون ياكلون من فلوسي وما يعطوني فلوس. المهم يدور الزمن يدور الزمن وتصير السوشيال ميديا وصير انا اللي علي اليوم وتجيني نفس المجله قبل سنه ونص نبيك يا نهى على الغلاف. والله العظيم عشان اقول حق الصحفي كم راح يدفعوا لي؟ عندهم يبخون انحط على الغلاف، ما عندهم يبخون وراي اعلانات اسويها. ليومكم هذا ما طلعت على الغلاف اول مره لان انا ما بخيتهم وثاني مره لان هم ما بخوني. الدنيا تدور سبحان وزع الارزاق مثل ما يبي. المهم اخذوا سناباتي هذه ونشروهم. ليش؟ لان اكونتات الجرايد والمجلات والصحافه والاكونتات الاخباريه ما راح ينزلونه كلام هذا، ما راح تشوفونه. ليش؟ لان هذا الكلام الصجي، لان هذا الواقع، فما راح ينشرونه، راح يسوون نفسهم يعني ما راح يحطونه بمكان زين. فانت ويا ربعي يا حبايب قلبي انشر تؤجر. ما ينشرون متى؟ اذا صورت شيء بالغلط، اذا قلت كلمه غلط، إذا كليت مرة بنص الدبان ألفوها قصة وسووها سالفة ونشروها كذي عرفتوا. بس كلام الحق والكلام اللي يعور والكلام الصجي ما يبونه، ما رح ينشرونه. فهالله الله فيه كان احتمال. شوف إذا نشروه ينشروا لي صورتي ويا أيام السكسوكة، صورة شكلي فيها غلط، صورة اللي من سدحة شي ورافع ريلي اللي ورا يعني إنه عيب نشوفه مريون صاح عرفتوا كذي يعني عرفتوا. حتى هذا أقصى ما عندهم يعني هذا اللي شيء اللي فشل عندهم عرفتوا. المهم ألعابهم مكشوفة وإن شاء الله أهم شيء إن الصورة وضحت لكم أنتوا بس. هاي بشو الفاشينيستا نور نور عم تفضح الإعلام النزيه؟ يا ويلي يا ويلي فضحتنا فضحتنا، ما تجعلوا من الحمقى مشاهير. أطعوان دخيل الله أطعوان لنموت بجوع.